قولوا أهلاً لعصر التقنيات التفاعلية الفكرية إن صح التعبير، ووداعاً للمعدات التقليدية. فقد بات عهد الماوس ولوحة المفاتيح ضرباً من الماضي، إذ لم يعد هناك حاجز يفصل الإنسان عن المعلومات سوى رمشة عين أو حركة جسم. الشاشات طاولها خطر التهديد، فبعد تقنيات النظارات التلفزيونية التي تعرض صوراً عملاقة، باتت العدسات اللاصقة التي تعرض المعلومات للعين بشكل مباشر هي أكبر تهديد لها. طبعاً ناهيك بتقنيات شاشات اللمس التي بدأت تهدد فعلاً كل ما كان متعارفاً عليه في الماضي من لوحة مفاتيح وعصاة تحكم أو ماوس. انتقالاً إلى أوامر التحكم، حيث أنه بمجرد قول ما تريدون يقوم الجهاز بكتابته فوراً، معلناً بذلك أن زمن الأفلام الخيالية العلمية بات قريبة الحدوث. تقنيات اللمس الاستشعارية مكنت المستخدم من تحقيق هدفه بالضغط المباشر بدلاً من اللف والدوران حتى الوصول إلى الهدف، كما هو الحال في جهاز مايكروسوفت المخصص للألعاب كنكت، الذي سيصل إلى الأسواق في نوفمبر المقبل بعد الإعلان عنه في معرض E3 المخصص للألعاب والترفيه والتسلية. وكل هذا في سبيل التوصل إلى محاكاة طبيعية للواقع المعاش والمتخيل. لكن ماذا يعني هذا التطور؟ وكيف لأداة تخاطر أن تتحكم بجهاز التحكم من بعد لتلفزيون؟ وماذا سيحدث عند تعطل هذا الجهاز؟ وهل يكون بمقدور الجهاز استيعاب الحركات الدقيقة التي يقوم بها المستخدم أثناء مشاهدته للتلفزيون كي يرفع صوته من دون حدوث خلل معين؟ وهل يتمكن المشاهد من استخدام أصابعه وجسده في التحكم بما يشاهد؟ أم أن الموضوع سيصبح عبئاً على المستخدم، خصوصاً أن هذا النوع يتطلب حركة جسدية، وهو ما لا يحبذه مشاهدو التلفزيون من عشاق الفشار والفيتزا؟ من العربية سلطان بتاوي.